السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. اليوم وصفة جديدة غادي نديرو فيها كلاص بثلاثة ديال النكهات: الفاني والفريز والشوكولا. نخليكم تشوفوا المقادير ونتلاقاو باش نحضروا مجموعي. هنا احتاجت نصيغ ديال الحليب بارد، غادي نخلطو مع لا كريم شونتي و دانون شوكولا مع فلان شوكولا. دانون فريز هو مع فلان فريز، كل ياغورت كنديرو ليه النكهة ديالو، و فاني مع فلان فاني. غادي ندير نيدو ثلاثة المعالق و كونسونطري ديال الحليب نسلي و سنيدة ولا سكر كلاصي. صافي، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. هنا درت لا كريم شونتي، غادي نديرها نضربها مع الحليب. غادي نضربها غير بشويه بشويه. غادي ندير ثلاثة ديال المعالق كبار ديال النيدو، ومن بعد ربعة المعالق كبار ديال النسلي محلى. هتخلي السبيدة حتى الاخر على حساب الصندوق. Thank you.
فينيا قسمتهم على ثلاثة. غادي ندير كل ما تهبط كده وندير معاها الفلو ديالها. صافي هنايا غادي نديرهم في البواطات ونديرهم في الكونجيلاتور من 6 سوايع الفوق. صافي هنايا من جبدتهم غادي نديرو الكوليسات ديالهم. وغادي نزوقهم شوية بالشوكولا شديتها حكيتها والسيجار، كل واحد يدير سوف قابلت لي بغا.
وهذا هو السر ديالو النهائي. نقول لكم الصحة والراحة.